لكن ما قد لا يعرفه الكثير هو أن سحر الحزني إنسان غير عادي. علاش قلت إنسان غير عادي؟ لأنه الإنسان العادي عنده قدرة تحمل وكيكون عنده أحلام أو طموحات وفي واحد الوقت كتنزل وكيقول درت جهدي وهنا حبست. أستاذ حزني من الناس اللي ما كيطيحوش يديهم، الناس اللي كتمشي مور الأحلام ديالها وكتثابر عندها ثقة في إمكانية تحقيق هذه الأحلام. منديل الأحلام ديال الأستاذ حسني هو مغرب ديمقراطي، وهذا الإيمان بوجود أو إمكانية وجود مغرب ديمقراطي كانت عنده ملي كان باقي صغير، هو خارج من الطفولة للمراهقة، ومن بعد صاحبه هذا الإيمان إمكانية وجود مغرب ديمقراطي خلال محطاته المختلفة في الحياة، و كما نقول في الفرنسي Dieu seul sait comme ses stations et comme ses événements étaient très importants pour lui et pour le Maroc. Et donc il a fait des choses qui ont pu تصنف الأستاذ حزني من غير الإيمان ديالو القوي بهذه الديمقراطية هو البساطة ديالو. أستاذ أحمد حزني على أنه تقلد مناصب كثيرة في الدولة إلا أنه عمره ما فقد البساطة ديالو، لدرجة أنه عنده علاقة خاصة بالسلطة لأنه يؤمن أنها لا تشيئ، وأن الأناس الذين يكونون في مراكز السلطة يكونون فيها لفترة معينة وهم يتعرضون إلى الزوال من تلك المراكز بالضرورة. إذن هو انتقل من بزاف ديال المحطات وعمره ما كان عنده نظرة إلى الوراء. Il ne fait pas de rétrospective peut-être. Ça fait rien de la rétrospective, bien sûr. Sans rétrospective, on ne peut pas avancer. Mais rien d'autre que le Hanin, il a le marquez de l'Ikalfi. 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 Il a le توصيات ديال هيئة الإنصاف والمصالحة، لأنه كان من الناس اللي حرصوا على التعويض لهذوك الناس اللي ضروا، اللي صابهم الحي، اللي حسوا بالظلم. كان بالنسبة ليه جبر الدرك مسألة حيوية وتشدت لها إلى درجة التفعيل ديالها. سي أحمد حرزني سياسي محنك، ولكن كما كنقولوا هذا الحنكة ديالو في السياسة ما عطاتوش لا غروس تيت، بقى إنسان بسيط وربما يكون إنسان خجول، ولكن هذا الخجل اللي هو من السمات ديالو ما كيخليش يتوانى عن قول الحق. فالحق بالنسبة للأستاذ حزني لا يعلى عليه، وهو في هذا الباب يقدر يكون جريف لأنه لا يخاف من قول الحق. من الأشياء اللي يقدر ما يعرفهاش العامة على الأستاذ حزني هي الشغف دياله بالأدب بالموسيقى بالفن ككل. وحنا اليوم إلى تجمعنا حول المؤلف ديالو أن ماروك دي كونتي تقول غادي يكون من بين الأشياء اللي غتخلي لهذه الجلسة هذه موسيقى وفن كعادتنا في أمسيات بلوما. أجدد بكم الترحاب، وأجدد الترحاب
هذا تسمح لي بنقول لك السحر، لانه كنحس فيك شي واحد ديالنا، لانه الحب ديالك الحب ديالك للبلاد والناس ديال البلاد والولاد البلاد هو اللي خلاك تحرك الاتجاهات اللي تحركتي فيها، دير الاختيارات اللي درتي وما تندمش عليها، لانه سي احمد سياسي ومواطن قبل ان يكون سياسي، وما احوجنا للمواطنين من طينه سي احمد حزني. مرحبا بك سي احمد حزني. ويمكن ما نكونش وفيت حقك، انت كتستاهل اكثر من هذا الشيء اللي قلت، لانه انا ما قلت غير الشيء القليل اللي قدرني عليه الله وطوكا. دونك افو لا بارول. وربما في هذه المسألة
قضية من القضايا، يعني لا يتأخر أن يأخذ مكانه سواء في الطبيعة أو في وسط القافلة، من أجل يعني القيام بالواجب بصفة عامة. يعني كنلخص أنا حياتي من نهضرو على مدى شخصي، يعني الجوج ديال المراحل. واحد المرحلة واللي بدات كما تفضلت الأخت هين، يعني في وقت مبكر نسبيا، يعني كنت تعني من واحد العدد ديال الأتراك ديالي والناس المجاهدين ليا، أعتبر بأن يعني الواجب يقتضي يعني الثورة على الوضع القائم بجميع الوسائل الممكنة. وما ننساوش ديك الفترة اللي كنهضر عليها، يعني الفلسطينيات والسجينيات حتى البواسط السجينية تقريبا، كانت يعني كانت الثورة شيء يعني قريب المنال نسبيا، وكان شيء منتشر وعد العالم. من بعد تغيرت بزاف الامور، ما نساوش السبعينيات كانت اساسيه بالنسبه للناس الجيل ديالي. يعني السبعينيات توقفت الثوره الثقافيه في الصين، الحركه ديال 68 في فرنسا، يعني كانت تقريبا الزعماء ديالها يعني كلهم تابوا. فيتنام اللي كنا كنعتبروه يعني نموذج يعني تحول إلى يعني قوة عدوانية على الصعيد الجهوي، فالثورة أصبحت شيء يعني متجاوز، وفي الواقع العملي يعني الثورة المضادة يعني أصبحت متفوقة بشكل واضح. هذه المسألة كانت تفريض أنه تكون مراجعة المنطلقات اللي كانت هذيك الساعة، اللي هي بصفة عامة الماركسية الأرثوذكسية. هذا العمل أنا يعني حاولت نقوم به ولو في ظروف صعبة، ظروف السجن، ولكن في اعتقادي ولو أن بعض المنتقدين يقول لك بأنه كان قلب الفيستا ولا يعني هذه الهضرة ما عندهاش قيمة كثيرة. أنا في نظري أنني بقيت دائما متمسك بالمسألة ديال التغيير، ولكن على أسس مخالفة. ما غاديش ندخل هنا في التفاصيل، ربما المقال الأول هذا الكتيب غادي يكون بالنسبة للمهتمين في هذا الموضوع كيلخص بشكل مكثف يعني النتائج المراجعة اللي يعني قمت بها. ولكن ولو أن كلمة مراجعة يعني في الاستعمال ديالها حاليا كتحمل دائما واحد الحمولة ديال التراجع. المراجعة ماشي هي التراجع، تكون إعادة النظر أشياء، يمكن يعني تكون إعادة صياغة لواحد العدد ديال المقولات. فهذه المراجعة هي اللي حكمت عاود التصرف ديالي والسلوك ديالي من بداية الثمانينات وإلى اليوم. فهذا الإطار كتجي مسألة ديال الديمقراطية والنضال من أجل الديمقراطية والدعم ديال الانتقال الديمقراطي اللي هو المغرب، وهذا هو اللي كندور حوله
وأن